السلام عليكم أعزائي، مرحبا بكم في عائلة يرقجي العام. سأقدم لكم لعبة GTA 4 أو GTA EV أونلاين. كيف تقوم بلعبها مع أصدقائك وأصحابك؟ إذا كل ما عليك فعله هو تحميل البرنامج الذي سوف أضعه لكم في الوصف. هو هذا البرنامج GTA EV ملتي بلاير، يمكنك تحميله من الموقع الرسمي للعبة أو من الرابط أسفل الفيديو من رفعي الخاص. إذا كل ما عليك أن تفعله هو تضغط عليه، تفك الضغط عن الملف كما العادة. سبق وان فعلت ذلك، وسبق ان شطبت البرنامج. تقوم بتسطيب البرنامج، هذا كل ما عليك ان تفعله. تضع البرنامج في المسار الصحيح للعبة ومتابعة المسار للعبة والمكان الذي قمت بتثبيت اللعبة فيه، والمكان الذي وضعته فيه هو مناسب. ثم اضغط على انستال، ثم انتظر. هكذا لقد تم تثبيت بسرعة. إذا هكذا هذا كل ما عليك فعله، ثم التوجه إلى اللعبة. توجه إلى اللعبة الآن، ثم نتوجه الآن إلى مكان اللعبة هكذا. ثم open file location، افتح مكان اللعبة هكذا. إذن في داخل ملف اللعبة سنجد هذا البرنامج الذي قمنا بتسطيبه، ثم هنا نضغط. إذن بنفس الطريقة ننزل من الاستبطار، ثم نضغط هكذا. إذن هذا هو البرنامج عندما تفتحه. إذن هنا سوف تلاحظ أنك لا تستطيع الدخول إلى الإنترنت هكذا، لا تستطيع أن ترى مجموعة من السيرفرات الموجودة، وهذا هو هذه هي المشكلة. سوف أقوم في فيديو آخر سوف أشرح فيه كيف تظهر هذه اللائحة إذا كانت موجودة فعلا. إذا الطريقة هنا، طريقة اللعب أونلاين، هي الدخول إلى كويك كونكت. لكن قبل هذا تدخل إلى سيتي تينك. هنا تدخل سيتي تينك، هنا تضع اسمك في اللعبة، وهنا تريد أن تلعبها لأن طريق النافذة أو هذه الاختيار. ثم تضغط على السيف لحفظ اسمك، معنا مثلا وضعت ياسين، ثم تضغط سيف. إذا ثم تذهب إلى هنا، هنا تضع السيرفرات، هنا تضع السيرفرات. والسيرفر الذي ألعب يعني ألعب فيه هو هذا السيرفر الذي طرح أمامكم، 88 169 191 101، ثم 4 9. هذا هو السيرفر. ثم نضغط على كونكت. إذا هذا هو السيرفر، قد فتح الآن. قد دخل هذا السيرفر على الشكل التالي. في البداية تضغط على حرف T، تضغط على حرف T، ثم تختار بين الخيارات التي هي يعني الفوق. تقوم باختيار هذا الآخر، ثم تضغط على Enter لكي تدخل في لكي تكون شرطيا. ثم أو تقوم بجي هنا سلاش وجي لكي تكون من العصابة، أو تقوم بسلاش إكس لتكون من الفتيات، وأيضا هناك إم، تختار إم لكي تكون من المافيا، أو تختار سلاش جي، أو تختار سلاش جي لكي تكون من جامايكان، أو تختار سلاش دي لكي تكون المتعامل بالمخدرات يعني البزناس كما يقولون. إذا تختار اختيارك، ثم تضغط على انتري. لكن أنا قد قمت بالتسجيل، لذلك سوف بعد لكي تقوم بالتسجيل سوف يعطونك اختيار التسجيل فيما بعد. إذا هذا هو السيرفر. مثلا بعد أن تقوم بتسجيل في السيرفر، هذا هو يعني هنا سوف أضع كلمة سر خاصة. إذا وهكذا لقد دخلت الآن إلى السيرفر كما ترون معي، والاسم الذي وضعته في البرنامج ياسين
هكذا. ثم يمكننا اختيار الان هنا انا الان اتحرك في السيرفر بشكل عادي جدا. وهو السيرفر يعمل بشكل جيد. انا لقد اخترت الشرطي سبق وقمت باختيار الشرطي. هناك المافيا والاشياء الاخرى التي اخبرتكم عنها. وهكذا نصل الى نهاية الشرح وشكرا لكم. كما انني سوف اضع لكم طريقة تحميل لعبة جي تي اي في فقط بحجم صغير وهو 4 جيجا فقط ومجربة, وذلك عبر التورنت. وهو عبر التورنت ستحتاج برنامج التورنت لكي تقوم بتحميل الملف. إذن تحميل اللعبة. إذن سوف أترك لكم الرابط أسفل الفيديو, ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة بالضغط اشتراك والضغط أعجبني. وشكرا لكم مرة أخرى.